ورجعنا لكم تاني ومشاكل الستات مش بتخلص، وانا معترفه مشاكل مشاكل مشاكل. بس من اكتر المشاكل اللي ممكن تضايق اي بنت او ست الدفوهات، الدفوهات اللي في جسمها، الدفوهات انها ما بتعمل ريجيم مش بتعرف تخسسها. طبعا التجميل ما خللناش حاجه، بس في ناس ما عندهاش امكانيات تجميل، في ناس بتخاف مش عايزه تعمل تجميل، او اوقات الدفوهات بتبقى بسيطه جدا مش مستاهله اصلا ان احنا نخش عمليات. عشان كده النهارده هنتكلم على كريم، وحصل برضو تطور قوي جدا جدا في الكريمات زي بالظبط ما حصل تطور في التجميل. هنتكلم على كريم هيساعدنا في حل المشكله دي، اسمه جلو فيرم، وضيفي النهارده هو دكتور محمود رزيق مدير شركه التن بيوتي. مساء الخير يا دكتور. دكتور، في البدايه كده، كم الكريمات والتقنيات اللي نازله في الكريمات؟ انا امينه خلاص اتلخبطت، فما بالك الناس هتعمل ايه؟ مش معقوله كم الكريمات، ومش معقوله قد ايه التقنيات بقت قويه وبجد بقت فعاله وحاجات قويه قوي. فهمنا بقى ايه جلو فيرم ده؟ هو جلو فيرم هو جل عامه، تمام؟ جل. هو جل، هو في البدايه بس عايز حضرتك تحطيه، هو ايه الاول بيعمل ايه؟ هو المفروض ان هو بيعمل تفتيت وتقليل الدهون الموضعيه بالجسم. اوكي. تمام؟ بيعمل على شد الجسم او شد الجلد، وبيعالج السوليليت والستريتش ماركس، وبيعمل ده سحر بقى. ما هو عشان بقى. عشان كده سحر بقى، ده فهمني بقى. انا بقى مهما اقول لازم تحطيه على ايدك الاول، بس هنا احط يعني فين هنا كده. طب بس انا مش عايزه اخس ولا لا لا هنغسله بقى، هنغسله على طول. طيب هنا كده هو خلي بالك هو بيعمل كو اوردونيتنج للسكن، يعني الحته اللي محتاجه الدهون فيها تتفتت او تتحرق بيشتغل على كده. طيب قول حته كمان برضه، احط حته كمان. طيب قول لي بقى ده يعني ده لا فهمني الجل هنعمل هحطه على المكان اللي انا عندي فيه دفوه. هو اصلا بيشتغل يعني بيعمل كو اوردونيتنج للسكن، او بيعمل الحته اللي محتاجه فيها حرق دهون او كده بيعملها تنسيق او بيعملها حرق. طب يعني انا استخدمه ازاي؟ انا مثلا دلوقتي حطيتيه حضرتك صح؟ هتحس مفيش دقيقه ولا حاجه بحراره. هي طبعا ال طب الايدي هتخس اكتر من ايدي؟ لا 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 هي الفكره كلها ايه؟ مثلا بيبقى عندها ديفو مثلا في بطنها، ديفو مثلا في مرضيه الارداف او الاكتاف او كده، هو بيعمل لها زي كوردونيتنج للسكن، الحتة اللي محتاجه فيها حرق دهون من غير حتى ما بتعمل مجهود كبير، بيعمل لها حرق دهون وتنسيق، وبتعمل لها تخسيس او انقاص للوزن، وفي نفس الوقت بيعمل لها نحت للجسم. طب انا دلوقتي حاسه ان ايديا سخنت. ايوه دي كمان هي كده. طب في طريقه معينه نحط بيها؟ يعني انا دلوقتي حطيت كده خلاص كده كفايه بقى ولا؟ كويس جدا. ما هو مش بالكتر، هو اصلا فيري افكتيف، مش هيلاقي حاجه في الماركت زي كده. عشان كده حتى قبل الهوا قلت لك ايه، هو المنافسين كتير او البرودكتس كتيره في الماركت، بس احنا التن بيوتي دايما متمكنين في الحته دي. أوكي. ان احنا عايزين حاجه تبقى يونيك، يبقى حاجه سريعه، تشوف نتيجه على طول ملحوظه. أوكي. مش مجرد انها بتجرب علبه واثنين وثلاثه وما بتلاقيش نتيجه زي الحاجات اللي موجوده في الماركت، وممكن تبقى براندز كمان يعني. طب خلينا واحده واحده عشان الستات ما تلخبطش يا دكتور. انا دلوقتي سي عندي دفو في منطقه الارداف، حلو قوي، احطه على كل جسمي ولا احطه عند منطقه الارداف؟ الحته اللي هي محتاجه اللي هي تخسسها. يعني مثلا عندها ما هو في ناس ما بتبقاش عايزه تخس، في ياما ناس عملت عمليات وشكلهم اتغير خالص. وفي ناس مثلا عملت عمليات تخسيس برضه او تكميم، وفي نفس الوقت تخنت تاني. هو ده السيفتي بتاعته عاليه جدا، طبعا مترخص من وزاره الصحه. هي بتعمل ازاي؟ بتعمل لو عايزه نتيجه مضاعفه بالديرما رولر عشان يزود الامتصاص. احط هيزود الابزوربشن، هيزود الامتصاص، هيبقى النتيجه مضاعفه. اعمل ديرما رول الاول وبعد زي بعلامه الاكس مثلا بالطول وبالعرض كده، وبعدين بتحط مثلا حته صغيره كده من البلو فيرم جل، وبعدين تعمل جنتل مساج. لو عايزه النتيجه برضو المضاعفه قوي، ممكن تلفه بالستريتش رول. لو هي متضايقه من الستريتش رول او من الديرما رول، هو اصلا لوحده كفاءه ان هو ايه يخسس لها المنطقه اللي هي محتاجاها. طيب طبعا الى جانب كده يا دكتور لازم تركز في اكلها، مش هتاكل يعني محشي وكرنب هي تقلل تدريجيا. يعني مثلا كده بتاخد معلقتين سكر في الشاي، تبقى معلقه سكر، تقلل شويه الفاست فود او الجانك فود او كده. بس يا دكتور بس عشان الكلام يبقى عقلاني، يعني دلوقتي مش معقوله انا كست السعرات الحراريه بتاعتي 1500 سعر وهاكل 2000 واحط ده واخس؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو الفكره كلها ان 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 ده حتى لو لوحده من غير ما تعمل مجهود هتلاقي نتيجه. طب ايه هو من غير مجهود؟ هي كده كده اصلا ممكن تقف في المطبخ تعمل اكل او كده، يعني في حركه، الحركه الصغيره دي هو كده بتشغله اصلا.
يعني بتشغل البرودكت. لا انا قصدي بس يا دكتور في نقطه ان انا اوازن في اكلي عشان يجيب نتيجه كده كده ما تكترش في الاكل يعني. أوكي. نصيحتي ليها طبعا انها مثلا ايه بتاخد مثلا في بدايه اليوم كوب من اللبن مثلا خالي الدسم في بدايه اليوم, وفي نهايه اليوم برده كوب من اللبن خالي الدسم, لان دي بتعمل احساس بالشبع فظيع وبيعمل على حرق الدهون, بيساعد على حرق الدهون. دي من نصايح ليها يعني. مثلا بتقلل شويه من الجانك فود او الفاست فود او كده برده هتلاقي نتيجه كويسه يعني, تعمل برده ايه اللي عليها بالظبط. طب دكتور قول لي بيشتغل ازاي يعني, انا دلوقتي حطيته جوه جلدي بيشتغل ازاي؟ هقول لحضرتك بقى, هي الفكره كلها هي يونيك ليه بقى, لان هي فيها, بص حضرتك لو هتلاقي ورا هتلاقي فيها ماده الكارنيتين, ماده الكافيين, ماده الالانتوين, الدايميسوكسين, الليسيسين, الفيتامين اي, الجرابسيد اكستراكت, الالوفيرا, هو كومباينيشن كتيره جدا يعني. بس هقول لك على حاجه ضمن الحاجات الكتيره, الجرابسيد اكستراكت ده ذا بيست انتي اوكسيدنت. بيعمل ايه؟ بيعمل على ان هو اقوى 20 مره من الفيتامين اي, اقوى من فيتامين سي, اقوى 50 مره من فيتامين اي, اقوى 100 مره من جرين تي الشاي الاخضر. بيعمل على حرق الدهون وتقليل الدهون, يمنع ترسب الدهون, يعمل على تقليل انا قصدي لما بحطه على هو جلدي اول ما بحطه على جلدي زي ما حضرتك حسيتي كده, حسيتي بايه؟ بحراره. حراره هي دي بقى الفكره بقى, ان هو بيعمل على تنشيط الدوره الدمويه. أوكي. فهتحس بطاقه قويه جدا. أوكي. انها عايزه تعمل حركه لوحديها من غير ما تبقى مجهوده او يعني مجهوده او كده, لا دي هي عايزه تعمل حركه, تمشى شويه. هتحس بعرق لو حطها في الارداف او في منطقه البطن او كده, فهتحس ان في ايه خساره الوزن بطريقه سريعه جدا. وزي ما قلت لحضرتك هو السيفتي بتاعته عاليه جدا. وهو فيري افكتيف, لان من اول اسبوع لازم تحس بنتيجه كويسه. طب بنستخدمه لمده قد ايه؟ بصي هو البوتل كم مره في اليوم؟ التيوب نفسها بتكفي لمده مثلا ايه 45 يوم تمام كده. هي بتحط على المنطقه اللي هي المراد تخسيسها تمام كده. يعني مثلا ايه ممكن تحطه مثلا في بدايه اليوم. الاحسن في بدايه اليوم. ليه؟ لان هي اكيد هتتحرك, لو حطيته واتنام مش هتلحق تشوف النتيجه. حتى هي لو حطيته بالليل, هو الفكره كلها هي مش هتعرف تنام يعني, لو حطيته بالليل مش هتعرف تنام, مش سخونيه. ما هو ايدي سخونه. شفتي بقى. فهي دي الفكره بقى, احنا بنراهن دايما ان البيشنت او الكلاينت اول ما بيحط البرودكت بتاعنا لازم يحصل نتيجه دلوقتي يعني, تحس بالاريتيشن, تحس بان هو في بس effect. بعد كام مره من استخدامه ممكن احس ان انا فرقت شويه؟ هي من اول اسبوع لازم تلاقي نتيجه. دي حاجه من اول اسبوع بالظبط. حتى احنا عندنا برودكتس ثانيه زي الايفول والومي ستار كنا بنتكلم عنهم برضو في بروجرامز كتيره يعني. ان هو بديل الفيلر والبوتوكس, ان هي برضو ودي برضو عامله نجاح كويس. طب ثانيه يا دكتور بس نخلص القصه دي, خلينا وهنخش على ده. فده هو منتج يعني. طب هل بعد ال 45 يوم, مش انت بتقول المنتج ده بيفضل 45 يوم معانا, هل بعديها خلاص ما بستخدموش تاني؟ لا, ولا يفضل ديلي بيفضل معايا بقى؟ بصي ما فيش حاجه يعني, مثلا قصدك لو خلصت ولقيت نتيجه كويسه وبقت هي عايزه النتيجه, لا تواظب عليه. لا تقلل تدريجيا زي ما اتفقنا بقى, الاكل الجانك فود الفاست يعني فود تفضل مواظب عليه بالظبط. هي طب هل ده برضو بيساعد في السلوليت؟ اكيد صح. ما هو طبعا هو نتيجته حلوه في السلوليت. انت عارفه 90% من سيدات مصر عندهم سلوليت في قشور البرتقال. هو نتيجته كويسه جدا في بالنسبه للسلوليت. الناس اللي هي بعد الولاده بتلاقي الاسترتش ماركس برضو هو نتيجته كويسه جدا. هو فيها ماده الالانتوين والالوفيرا, في حاجات كتير بتعمل على الشد. طب بيحسن يا دكتور بمنتهى الامانه بنسبه كام في الميه؟ بنسبه كبيره يعني, عشان كده حتى انا قلت 50 يعني. مش هتلاقي شركه او برودكت من اول ما تحطيه تلاقي هتحس بنتيجه. وبعدين بسم الله ما شاء الله حضرتك يعني اسم كبير يعني. لا ما انا عايز الستات تجربوا وتقول لي, انا عايزه اشوف حته الحراره دي. انا هسالك سؤال, انت عمرك شفتي حد بتلاقي حراره في نفس الوقت؟ ما افتكرش يعني. انا دكتور يعني انا دكتور. لا هو حصل حراره. لازم حاجه زي كده يعني. هتلاقي الخبره تاخديها من صيدلي او دكتور بشري او كده, فاهمه ازاي؟ ليه؟ هو عارف. لا ده هو إيه. انا اتمنى إيه. ان ده فعلا يكون بيعمل كده, لان ستات فظيع. يعني حقيقي. ويا ستات لما تجيبوا حاجات عوامل مساعده, انتوا كمان يعني لموا نفسكم في الاكل شويه وخليكم كويسين تدريجيا الفاست فود والجانك فود والحاجات دي طبعا. بس هو لوحده برضو كفاءه جدا, لان هو بيديكي تنشيط الدوره الدمويه في وقتها في نفس اللحظه يعني. طب ايه بقى الحاجات الثانيه اللي عندك دي؟ دي حاجات, ما هي دي بقى الفكره بقى. لما نجحنا بالووم ستار والايفول كنا بنتكلم ايه, احنا عايزين حاجه تبقى ايه. طب ما اشرحها لنا, احنا مش عارفين. ما هو دلوقتي هو بديل للفيلر والبوتوكس, بس ما فيهوش فيلر ولا بوتوكس يعني. الكومبوننت اللي فيه كلها ناتشر طبيعيه, ما فيهوش فيلر روبوتكس.
طب ليه كنا بنفكر في حاجه زي كده؟ انت عارف عشان مشاكل الفيلر ممكن بيبقى فيه حقن غلط، ممكن تاثيره بيروح بعد كده، البوتوكس لو اتحقن غلط مثلا تحت العين ممكن يعمل عمى. ممكن اشوفه يا دكتور؟ ده 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 بحطه ايه على وشي كله؟ ده بتعملي بقى، بص بحضرتك البروتوكول بتاعه. احنا بنعمل كلينسنج بالكحول الاورسلين، يعني بنمسح الوش كويس. اوكي. تمام كده، وبعدين بنعمل بالجهاز الديرما رولر راسي وافقي مثلا 30 مره او 15 مره زي ما تحب يعني. وبعدين بتروح حاطه ضغطتين مثلا منه وتروح موزعاه على كل العين. هم اثنين ولا كام؟ كام برودكت؟ ده تحت العين. ده تحت العين؟ تحت العين بس مش بتستخدم الدرما. لا الدرما رول تحت، ده اللي تحت العين؟ لا هم الاثنين تحت العين. هم الاثنين تحت. بصي هو نفس المواد الفعاله، بس ده فعاليته مثلا ممكن تقعد سنه سنه ونص. دي الفعاليه بتاعته بتقعد لمده ايه؟ 6 شهور. اوكي. تمام كده؟ هي الفكره كلها بتروح عامله ايه؟ بتروح حاطاه وسايباه مثلا. دكتور انت لخبط، ده لكل الوش ولا لتحت العين؟ للاثنين. للاثنين. بس انا الدرما رول طبعا مش تحت العين. مش تحت العين طبعا، يعني الدرما رول للخدود بس. تمام كده؟ هي بقى بتلاقي النتيجه ازاي؟ انها بتسيبه لمده مثلا 8 ساعات. تمام كده؟ لما بتسيبه 8 ساعات هتروح حاسه بالاريتيشن، شكشكه. يعني ما انا بقول لك احنا متخصصين في الحته دي، احنا عايزين نتيجه سريعه. وفي نفس الوقت السيفتي بتاعته عاليه، وطبعا ترخيص وزاره الصحه. فهي اول ما بتحس بالشكشكه دي يبقى كده ايه؟ الدواء اشتغل او البرودكت اشتغل. بعد كده بتسيبه 8 ساعات بس، طبعا ايه؟ ما تحطوش وتنام بيه، هيتمسح في المخده. لا هتفضل صحي بيه لمده 8 ساعات. وبعد كده بتلاقي النتيجه من ثالث يوم، بتلاقي وشها شد، بدا يبقى في امتلاء للخدود. انا نفسي حتى عامله. اوكي. يعني فاهم حضرتك ازاي؟ طب انا برضو انا باخد بالي من نفسي بصراحه. طب وريني يا دكتور ايه ده وايه ده؟ عشان ده الويم ستار. تمام كده. ايه الفرق ما بينهم؟ هي الكومبوننت بس الكونسنتريشن اقل شويه، يعني ده تركيز اعلى، ده تركيز اقل. ده الفعاليه بتاعته اللي بتقعد لمده 6 شهور اللي هو الويم ستار. الايفول بتقعد الفعاليه بتاعته لمده مثلا سنه سنه ونص. طب ونستخدمه كل يوم يا دكتور؟ ده بيستخدم مانث. ده سؤال حلو. ده بيستخدم مانث اللي هو الايفول مانثلي، يعني مره في الشهر. وهيكفي معاها لمده 10 شهور. أوكي. والفعاليه تقعد لسنه سنه ونص. طب انا هجربه بقى يا دكتور. ماشي يا باشا. هجربه واقول لكم. ده 10 ده الايفول. تمام كده؟ الفعاليه بتاعته لمده سنه سنه ونص. اوكي. الوومي ستار بتقعد الفعاليه بتاعته لمده مثلا 6 شهور. طب دي واحده دلوقتي، لو الفعاليه بتاعته لمده سنه ونص، طب انا لازم احطه بحرص برضه اوزعه كويس عشان كله. بصي هو برضه ارجع تاني اقول لك حته الكوردونيتنج للسكن اللي احنا كنا بنقولها في الجيم. هو البرودكتس بتاعتنا بتشتغل على الحته اللي هي محتاجه يعمل لها امتلاء. أوكي. الحته اللي محتاجه دي يعمل، حتى بيعمل تفتيح. أوكي. يعني الووم ستار والايفول برضه بيعمل تفتيح، يعني مره في الشعر على كل الوش ومنطقه العين. مش انت اتكلمت على الشفاف من شويه كده؟ حلو جدا للشفاف. انا عامله برضه وتحت. والله ايه ده يا دكتور؟ وتحت العين والرقبه وكل حاجه، بس تحت العين طبطبه بقى. من غير الديرما رولر. يعني كده اهو بالظبط كده، ساعه ساعتين كده. طب دكتور لما الواحده تستخدم حاجه زي كده مره عادي، بعد كده تاني يوم تحط الكريمات بتاعتها العاديه بس هقول لحضرتك على حاجه. قال لي احنا فكرتنا ان احنا عايزين نقلل الميك اب تدريجيا. لا مش الميك اب، الكريمز، يعني نغسل وشنا، نحط كريم النهار، الواقي من الشمس. تتعامل عادي. حتى هو الايام دي كويس جدا، لان الشتاء مش هتبقى محتاجه تحط مثلا سان سكرين، مش محتاج يعني، ما فيش شمس اصلا ده الشتاء يعني. فهو انسب وقت انها طبعا تعمله طبعا في الوقت ده. وبرده الجلو فيرم برده الدنيا ساقعه وعايزه حاجه سخونيه وكده. لا هيدفي. لا هو ده حلو قوي يا جماعه. صدقوني ان تحطوه تدفوا يعني. ده الجل بتاع شخصي. الجل ده هو. أيوة. يعني انا حسيت بدفى في ايديا. هي دي الفكره بقى. يعني احنا يعني بنشتغل دايما على بمنطلق العلم وكده، لان احنا لينا بنشتغل دايما على الموضوع بيبقى علمي شويه عندنا. طب دكتور سؤال تاني على الكريمز دي. افرض واحده اوريدي عامله بوتوكس وفيلر وحاجات كده، ممكن تستخدمه ولا لا؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. يعني دايما اللي بيجي لنا احنا مثلا، بيجي لنا مثلا الناس اللي هو عندهم مشكله في البوتوكس. ما انت عارف لو في مشكله من حقن البوتوكس بتاخد بقى يعني بتاخد وقت طويل لما بترجع زي الاول. الحقن الفيلر لو اتاخدت غلط بتاخد حقنه مضاده الهيرودايز انزيم عشان تقلل الكلام ده. طيب بيعالج بعد كده ده او بيحسن المواضيع اللي باظت دي؟ طب مثلا واحده عملت فيلر قبل كده مثلا وعايزه تعمل حاجه مثلا تعتبر ريزونبل برايس او سعر كويس، وفي نفس الوقت السيفتي بتاعتها عاليه، ما هي مش عايزه تجازف انها كل شويه تعمل فيلر. فبرضه بتبقى نتيجه كويسه معاها وبتشوف. يعني لان ستات كتير عاملين بوتوكس وفيلر، فممكن يستخدموه، مفيش اي مشكله. وفي ناس بتبقى ما عملتش قبل كده خالص بتلاقي نتيجه وهميه، يعني بتلاقي نتيجه كويسه جدا يعني. عموما يا دكتور بجد يعني ربنا يخلي لنا المنتجات، ربنا يخلي لنا التجميل. المفروض بعد كل الحاجات دي مفيش ست تبقى وحشه. هي الفكرة في حل لكل حاجه بصراحه. يعني يدوروا على الشركه، يدوروا على الاسم، يدوروا على الحاجات العلميه، يبقى دكاتره جوه. يعني هم دخلوا على البيج بتاعتنا هيلاقوا دكاتره كبيره، نفسي اقول اسمهم والله، بس هم لو دخلوا يعرفوا
ناس كلهم اساتذه في عين شمس بيدرسوا في الجامعه يعني مش هيقولوا على حاجه كده وخلاص كويسه لا ده دول اصلا يعني مسقطين ثلاث ارباع الدفعه يعني هم عايزين حاجه اكيوريت فيري فيري افكتيف فطبعا احنا الحمد لله برضو هم شايفين نتائج كويسه في الكلينكس ان برضو في دكاتره بيستلمون في الكلينكس عندهم عموما بجد بشكرك جدا يا دكتور نورتني هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.